سبق الكلام في المبادئ العشرة لعلم التوحيد، ذلك أن كل علم من العلوم الشرعية له مبادئ وله مفاتيح، وقد وفقنا الله سبحانه وتعالى في فجر الثلاثاء لنكون مع علم التوحيد، علم العقيدة الإسلامية، ومع هذا الكتاب القيم قطوف الجنان في عقيدة أهل الإيمان لمؤلفه شيخنا الشيخ رمضان حفظه الله تعالى وبارك في حياته. ولا بد من سؤال يقع في ذهن كل واحد منا حول تاريخ هذا العلم ونشأة هذا العلم والحاجة إلى هذا العلم، فلا بد من بيان نستعين بالله سبحانه وتعالى في بسطه وتوضيحه قبل أن نقرأ فيما وصلنا إليه في الكتاب. العرب كانوا يرفعون الفاعل وينصبون المفعول ولا يعرفون قواعد ذلك، فإذا تكلم أحدهم يقول جاء زيد وضرب زيد عمرا، وهو لا يعرف أن هذا اسم فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة أو الفتح الظاهر على آخره، فاعل مرفوع مفعول به منصوب. هذه كلها كانت بالسليقة. بعد ذلك لما انتشرت الدعوة الإسلامية ودخل الناس في دين الله أفواجا ودخل في النصوص الدينية والنصوص العربية غير العرب ممن تعلموا العربية لحاجتهم لتعلمها لأنها بها تقام العبادات وبها يتعبد الله تعالى، فلزم أن تضبط هذه القواعد ولزم أن تصاغ وتؤطر هذه الأمور التي كانوا يفعلونها بالسليقة. وهكذا كل العلوم الشرعية هي موجودة منذ الزمن الأول ولكنها أطرت وكتبت وقعدت وصيغت من بعد في الأزمنة بحسب الحاجة وعند دخول غير المسلمين وعند احتكاك المسلمين بغيرهم والتقائهم بغيرهم من ثقافات أخرى ومفاهيم أخرى. قدماء المصريين حاولوا البحث في الإله والذات الإلهية وأصل الوجود والتكوين، قدماء الفلاسفة اليونانيين كذلك فكروا في ذلك، سقراط وأفلاطون وغيرهم بحثوا في هذه المسائل. كذلك اليهود قالوا في ما ذهبوا إليه من تحريف لدينهم وعقيدتهم أن الله تعالى جسم تعالى عما يقولون علوا كبيرا، وأنه يجلس على العرش، وأن العرش يئط به كما يئط تئط الراحلة بالراكب، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وكذلك النصارى قالوا عيسى ابن الله، وقالوا الإله ثلاثة أقانيم، وقالوا غير ذلك سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. الآن لما نشأت الدعوة لما ظهرت الدعوة ونزلت الرسالة والنبوة وانطلقت، كانت الدعوة وكانت الحياة الإسلامية على الفطرة، فالصحابة كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا لا يشغلون أنفسهم في البحث في القضايا التفصيلية والقضايا الجزئية والقضايا الدقيقة، كان يكفيهم في صدر الإسلام أنهم آمنوا بعبادة الله الواحد الأحد الفرد الصمد، وكانوا قد
يعني امتزج هذا الإيمان بروحهم ودمهم، فعاشوا مع الإسلام وعاشوا للإسلام وعاشوا لهذا الدين، وكانوا يأخذون الدين من نصوص القرآن ومن نصوص وهدي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. لم تكن تشغلهم هذه الأسئلة، ولم يكونوا متفرغين لهذه التفاصيل ولهذا البحث ولهذا النظر، لأنهم كانوا يعني يعيشون هم الدعوة وهم الجهاد من سرية إلى سرية، ومن غزوة إلى غزوة، ومن وفد إلى وفد، ومن رحلة إلى رحلة، ومن عمل إلى عمل، ومن واجب إلى واجب، وكانوا على درجة عالية من التوجه والتركيز نحو العمل وخدمة الدين والجهاد في الله ورسوله. بالضرورة بعد ذلك اجتمعوا بالآخرين، توسعت الفتوحات، وخاصة في عهد سيدنا عثمان وما بعده، وظهرت هذه الأسئلة وظهرت هذه الطروحات في القدر، في القضاء والقدر، في الغيب، في أسئلة كثيرة يقولون لهم نحن عندنا كذا، ماذا عندكم؟ فنشأت الحاجة إلى من، لا أقول ينشئ هذا العلم، وإنما يبحث عن قواعده في نصوص القرآن والسنة ويضعها وفق قواعد علمية مناسبة لهذا العلم، شأن كل العلوم الشرعية كعلوم اللغة وعلوم الحديث وبقية العلوم الشرعية والقراءات والقرآن الكريم. هذه المقدمة تكفي بهذا الشكل في هذا السياق للتصور العام. نذهب إذا سمحتم إلى الصحيفة رقم 8. قال: حقيقة التوحيد، أقسام المضافات إلى الله، وهي على 3 أقسام. يلي ما معه كتاب، ليش وين الكتب يا جماعة؟ لحنا ما خلصوا هدول. يلي بيقدر يقرب على جاره يتبع معه، أو يلي هيك معلش يعني، مشان أنا كتير مسرور اليوم لما عم شوف إخوة جايبين كتبهم معهم من بيوتهم. هذا هي حالة كتير حلوة من حالة العلم والتعلم، إنه نصير نجيب معنا كتابنا. هذه ثمرة وخير يعني نريده في هذه المجالس المباركة. قال: القسم الأول إضافة صفة إلى موصوف، إضافة صفة إلى موصوف، مثل علم الله، قدرة الله. فالعلم صفة من صفات الله تعالى، والقدرة صفة من صفات الله تعالى، فالله تعالى قديم بلا ابتداء، وهو متصف بصفات ملازمة لذاته، وليست صفاته حادثة، بل هو قديم وصفاته قديمة ملازمة لذاته العلية. إذن المضاف والمضاف إليه، هذه أشياء مضافة إلى المضاف إليه وهو الله تعالى. نضيف إلى الله 3 أقسام، منها إضافة صفة إلى موصوف، نقول علم الله، قدرة الله. هل هذا يؤثر على التوحيد؟ لا. هل هذا يفيد أو يشير إلى تعدد القدماء؟ يعني هل الله سبحانه وتعالى شيء وصفته شيء؟ طيب، هل الله سبحانه وتعالى شيء وصفته شيء، فهو قديم وصفته قديمة، فأصبح عندنا أكثر من قديم؟ بل هو واحد، لا إله إلا هو، واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله. كذلك، هل كانت هذه الذات الإلهية بدون هذه الصفة ثم حدثت هذه الصفة؟ هل هذه الصفات حادثة؟ لا، بل هذه الصفات قديمة وهي لازمة للذات الإلهية، و
وهي من صفاته اللازمة. قال: القسم الثاني إضافة فعل إلى الفاعل، خلق الله السماوات والأرض. خلق الله السماوات والأرض، من الذي خلق السماوات والأرض؟ من الذي خلق الشمس والقمر؟ من الذي خلق النجوم والجبال؟ الله سبحانه وتعالى. إذن هنا عندنا أيضا حقيقة أخرى من حقائق التوحيد، وهي نسبة الأفعال إلى الفاعل، وهو الإله الواحد القيوم سبحانه وتعالى. ومعنى الخلق هو إحداث الشيء بعد عدمه. والمثال الثاني اللي بالصفحة، صفحة 9: الله يبعث الموتى يوم القيامة. فبعث عموم الموتى هو فعل سيفعل الله تعالى يوم القيامة، فإذن سيفعله في المستقبل، فالفعل حادث وليس بقديم. جميل. إذن هناك صفات لازمة لذاته العلية، وهذه الصفات ليست حادثة. هذا أول نوع. النوع الثاني خلق الله للأفعال، إحداث الله تعالى للأشياء. هذا الأمر بعضها كان منذ زمن، طبعا هو ليس قديما، مثل خلق السماء، خلق الأرض، خلق الشمس، خلق الناس، خلق الناس بأنواعهم. أنت من 600 سنة ما كنت موجود، أنا من 100 سنة ما كنت موجود، كل واحد منا خلقه الله سبحانه وتعالى في زمن من الأزمان بعد أن كان في العدم. طيب، الآن في عنا أشياء لم تحدث بعد لكنها ستكون، مثل إحياء الموتى. هل أحيا الله تعالى الموتى؟ لم يفعل ذلك، سيفعله يوم البعث سبحانه وتعالى. إذن أيضا هذا نفهمه براحة: الخالق هو الله، الفاعل هو الله، قيوم السماوات والأرض هو الله سبحانه وتعالى. يخلق، خلق ما خلق، ويخلق ما سيخلق، وهذا من الأفعال الحادثة التي قدرها سبحانه وتعالى. قال: القسم الثالث إضافة مفعول إلى فاعل، مثل ناقة الله، أرض الله. قال: فهي مفعولات نتجت عن فعل الفاعل عز وجل، فالمفعول والفعل حادث، وأما الفاعل وكذا صفاته فقديم سبحانه وتعالى. أيضا ناقة الله، أرض الله، أي أمر من المفاعيل التي هي نتجت عن فعله سبحانه وتعالى، فقال هنا الفعل حادث والمفعول حادث، وأما الفاعل فهو قديم وكذلك صفاته سبحانه وتعالى. هذا يعني اجتهاد في طرح هذا الموضوع، وهو اجتهاد لبعض المتقدمين في الكتابة في علم العقيدة، وجزى الله خيرا الشيخ نقله لنا بيسر ووضوح. نذهب إلى قواعد عقيدية. القاعدة الأولى، طبعا يا أخواننا قد يكون شوي الكلام صعب شوي، لكن أنا أرجوكم أنه نصبر. إحنا حكينا عن فائدة مثل هذه الدروس، أنها يعني تدخل بنا إلى مراحل التعلم. هذا الأخ اللي حمل كتابه وتذكر أنه اليوم الثلاثة ودعنا درس العقيدة وجاي أنا، هذا هو بالعادة بيجي بيقعد هيك بيسمع بيستفيد بيحاول كذا هيك. أما اليوم أنت دخلت إلى مرحلة التعلم، فالتعلم يعني هو لا شك حالة عمل، حالة جهد، خاصة في مثل هذه العلوم التي فيها جهد عقلي ودقة. والله يعينكم، سهرانين والليل قصير وكذا، بس يلا 5 دقائق ما بأخركم. قال: القاعدة الأولى أن الموجودة، أي موجود، إما قديم بلا ابتداء، وإما حادث بعد عدم،
فالله تعالى هو القديم وحده، وأما المخلوقات فحادثة أوجدها الله تعالى بعد العدم. هلأ الله يجزيه الخير الشيخ بلش بقى يحكي لنا بقواعد منطقية عقلية عقادية تبني منهجنا في دراسة العقيدة. كل الموجودات في هذا الكون لا تخرج عن أن تكون بهذه الحيثية، القدم والحدوث لا تخرج عن أن تكون واحد من اثنين، إما أنها قديمة لا ابتداء لها، لا أول لها، يعني أزلية، وإما أن يكون لها بدء في فترة معينة لم تكن موجودة وبعد ذلك كانت موجودة. صحيح ولا خطأ يا جماعة؟ في عندنا احتمال ثالث. أي مسمى يرد على ذهنك؟ هذا المسمى سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، سيدنا موسى هل هو حادث أم قديم؟ في فترة لم يكن سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام فيها موجوداً، كان في حال العدم وانتقل بعد ذلك ليصبح في حال الوجود. إذن سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا وعلى جميع ساداتنا الأنبياء أفضل الصلاة والتسليم، حادث ولا قديم؟ حادث. سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام وكل ساداتنا الأنبياء وكل المخلوقات حادثة كانت في ساحل عدم، نقلها الخالق واجب الوجود القديم الأزلي الباقي الأبدي سبحانه وتعالى قيوم السماوات والأرض، نقل كل هذه الحوادث من حالة العدم إلى حالة الوجود. طيب، إذن أول قاعدة أن كل الموجودات لا تخرج عن أن تكون إما قديمة أو حادثة، لذلك هي قواعد. هلأ بكرة بدنا نعتازها لما بدنا نتناقش بمباحث علم العقيدة، لا تنسوها. أي واحد بده يحكي بدنا نقول له أنت قديم ولا حادث؟ إمتى وجدت؟ بيقول لك أنا والله وجدت كذا. في بعض الموجودات وجدت من مئات السنين، من ألوف السنين، من ملايين السنين، لكنها قبل أن توجد كانت في لحظة من اللحظات في حالة العدم، كان الله ولم يكن شيء سبحانه وتعالى، ثم خلق المخلوقات. طيب، القاعدة الثانية والأخيرة اليوم بدرسنا أن القديم سبحانه لا يتصف بأي صفة من صفات الحوادث، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. العقل البشري يوحي إلى الإنسان بمقتضى المشابهة والمماثلة والسقف التفكيري والعقلي بأن من أوجده هو مثله لكنه أقدر منه أو أقوى منه. مثل بعض أهل العلم أنه لو جينا قلنا لهي هذا المكتب، هذا هي الطاولة شايفينها، قالوا له النجار شو شكله شو هو، فالطاولة على عقله وترتيبها بتقلك أوه النجار، وبتحكي لك عن مكتب مرتب هيك خشب زان إيطالي له هيك زوايا ذهب مفصلاته كلاتها، ما هي بتفكروا هيك وكبير وحلو وإله دروج وكذا هيك هي. والحقيقة أن النجار الذي هو الإنسان الذي صنع هذا الشيء هو شيء آخر على الإطلاق، ولله المثل الأعلى. هذا الكلام اللي عم نحكيه مقاربة بسيطة، لا لا
قال تعالى ليس كمثله شيء، انتهى، لا تستطيع. اليوم هذا الكلام كنا نحكيه ونحكيه وما كنا نعرف يعني هيك نمثل له. الحاسب الكمبيوتر صار عنا يعني صار بيجي بيقول لك بنزلت انت هالبرنامج، ام قال لك الحاسب، قال لك انت المعالج تبعك، قال لك انا لا استطيع قراءه هذا البرنامج، قال هذا البرنامج اللي بده يقرا بده يكون امكانياته اعلى، انا ما بقدر اقرا. اذا يجب ان نفهم اليوم اننا عاجزون عن تصور الذات الالهيه، لان قدرتك من التي منحك إياها إلهك الذي خلقك هي عند هذا الحد وعند هذا السقف، فاجتهد بما ينفعك واشتغل بما يفيدك ولا تتعب نفسك فيما لا تستطيعه، فلا تصل إلى شيء ولا تحصل على شيء وتتشوش ولا تصل إلى ثمرة وإلى جواب مفيد. إذن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقالوا أهل العلم كل ما خطر بذلك فالله، كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. نسأل الله أن يوفقنا وأن يعلمنا وأن يفقهنا، والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة ولنا حاجات كثيرة يا رب، هؤلاء عبادك الصالحون، هبنا للصالحين فينا، هبنا للذاكرين فينا، هبنا للأطهار، هبنا للصغار، هبنا لرحمتك الواسعة. تفضل علينا يا مولانا جميعا في هذه الساعة بعطاء من عطائك، وفضل من فضلك، وفتوح من فتوحك، وهداية من عندك، ورحمة من عندك يا أرحم الراحمين. أعطنا سؤلنا على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم زدنا من إكرامك وإنعامك وإفضالك، لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا تعاملنا بأعمالنا يا قديم الإحسان، يا ذا الجلال والإكرام، يا دائم المعروف، يا عظيم يا جليل يا كبير. نسألك برحمتك وسلطانك ونور وجهك إلا أعطيتنا جميعا سؤلنا على الوجه الذي يرضيك عنا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله يجزيكم الخير، تقبل الله عنا حلقة الذكر وعنا حلقة القرآن يلي وقته بيساعد كتير، مائدة عظيمة، وعم يقرأوا الختم الشريف كمان، هدول ساداتنا أهل الله، أهل الذكر، أهل الطريق، بذكر الصالحين تتنزل الرحمة، والله يعني شيء لا يفوت. في عندنا حلقة القرآن كمان، آية آية بتدرب حالك على التلاوة، بتنشط حالك، قولوا يا فتاح.